هلا نحن هون بالورشه هاي بنشتغل اكسسوارات الماكينات، مثل ما شايف حديد، بصمج بنقول له اكسسوارات الماكينات بنشتغل فيها. هلا الصعوبات الاساسيه اذن العمل، ساعات الدوام الطويله. نحن كسوريين حاليا كثير مدققين على موضوع اذن العمل، ما عم يعطونا اذن عمل، يعني بوافقوا على واحد وعشرة بيرفضوهم، فهي مشكلتنا. المشكله الثانيه هي المشكله الماديه، يعني عاد ما اخذنا رواتب عم نرجع انه بسبب التضخم والغلاء ما عم تزبط معنا المعيشه، عم يضل في نقص، عم يضل في ضعف بالماده بسبب التضخم. الاصغر اجرت او حتى فوقها 10% او 15% ما نعم تكفي المعيشه، خصوصا اللي عنده عيله، اللي عنده عيله اطفال ومدارس و و و اكيد ما راح تكفي الاصغر اجرت ولا حتى فوقها 50%. المعاشات كثير ضعيفة، مصاريف كثير، يعني اليوم أقل بيت عم تأخذه أقل شيء 10-12 ألف يعني أجار، وعم ينطونا كون راتب عسكري، يعني شو بده يعمل لك؟ يعني بدك تبعث على سوريا ولا بدك توفر هون ولا شو بدك تسوي؟ يعني ما فيك تتأقلم مع الجو هذا اللي عم بيصير، يعني على ضغط الشهر. اليوم الوضع يعني وضع الاقتصاد سيء لدرجة يعني هون صار اليوم. يعني احنا كذلك الأمر على سكورتات أو وزن العمل او الحركات هيك ما يزبط ويانا يعني الوضع، يعني لانه اليوم احنا صار لنا اقل شيء كل واحد صار له هون 7-8 سوانات لا سكورتا لا اذن عمل، ما يتاقلم الجو معنا، يعني هذا الوضع. يعني اليوم عم تشتغل من الصبح للمغرب لا اذن عمل لا سكورتا، عم تنضرب، عم تتحكم على حسابك، شو ما بيصير معك عم تتحكم على حسابك، ما عم يعترف على شيء هون المعلم. عم بشتغل بمعمل بلاستيك، طبعا هذا البلاستيك خاص للعمار. إيه الحمد لله، يعني بداية شغلي أنا كنت مواجه يعني بعض الصعوبات لأني لساتني عامل جديد، يعني لأنه أنا مكنت بسوريا كنت بدرس، طبعا إجيت لهون أنا ما بإيدي مصلحة، فكانت بداية شوي صعبة. الحمد لله هلأ ارتحت بالشغل وأخذت إيدي على الشغل، الأمور كلها تمام، ما في أي صعوبات حاليا ولا أي مشاكل. بالنسبة للمعاشات اللي عم ناخدها هلأ، المعاشات بالنسبة للأشخاص الداخلين الجديد عم ياخذوا كمعامل راتب عسكري واجرات، طبعا انا بحكي للناس الداخلين جديد ما بيقدروا المصلحه، في ناس اصحاب مصالح طبعا يعني يعتبر مثل المعلم عم ياخذ رواتب افضل واحسن. الحمد لله نحن في عندنا شغله كانت كثير كويسه، اول انا ما اشتغلت بالمعمل الحمد لله هو معمل تركي سكورت، الحمد لله املونا اياها وضمان العمل وكل شيء الحمد لله رب العالمين، وما في اي مشاكل، يعني حتى تعاملهم معنا بالمعمل ما في انه تعامل يكون في مشاكل وكذا، يعني مثل اخوه وبيت واحد يعني.